الأصل في الدعوة أن تسكت إلا بعلم. الأصل خدته معك. الأصل في الدعوة أن تسكت إلا بعلم. ما تفتح خشمك إلا بشنو؟ إلا بعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب لو ما عندك علم تعمل شنو؟ تسكت. ليه مخشمك عليك؟ ده الموضوع كده. إذن يا أخواننا، إذا تقرر عندنا هذا الأصل فنحن نرجع إليه متى ما تنازعنا. شوف أنت لو وقفت قدامك مسألة من مسائل العلم شكيت فيها، ما عارف تقول فيها شنو، ترددت، نرجع للأصل يا أخواننا، إنه شنو؟ ما تتكلم. سمعت بموضوع في البلد، طوالي مسكت موبايلك في الشاحن والشاحن جنب ضانك خاتيه وركبه، طوالي مسكت موبايلك ده تكتب، عندك علم في المسألة دي أنت؟ أسأل نفسك، عندك علم؟ لا. أو عندك علم لكن والله كلامي ده أنا ما متأكد منه يا أخي، قد يكون مو صح. ها؟ الأصل شنو؟ ما تكتب، رجع الموبايل في محله. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تمشي تتكلم سايد. طيب، اثنين، الداعية لابد أن يعلم من يخاطب وأن يدرك مكر الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ليه قال له كده؟ أيوة، عشان يكون متهيئا لمن يخاطب.